وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. عرس الميدان في مليونية تقرير مصير، شايفين الميدان لم يعد هناك موضع لقدم واحدة، الميدان امتلأ عن آخره في جمعة حاسمة وفارقة أعتقد أنها ستقود إلى تغيير حقيقي، لأن الجمعة ليست موجهة أو لها هدف واحد أو طلب واحد، ولكن هو استشعار الخطر من الجميع، قوى شعبية مختلفة، قوى سياسية، كله له مطالب، المطالب كلها تقود إلى مصير أفضل لمصر إن شاء الله. برحب بضيوفي الأعزاء، دكتور جمال نصار القيادي الإخوان المعروف والأستاذ الإعلام ومدير مركز الحضاري للدراسات المستقبلية، أهلا وسهلا. دكتور سعيد كريم أستاذ جراحة العظام وأحد منسقي الحملة الرئاسية، مش عارف هيبقى التعبير دقيق دلوقتي ان هناك حمله رئاسيه ام لا، للاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، اهلا وسهلا دكتور. اخونا اللي جاي من المنوفيه، ايوه، الاستاذ امير غانم والحاج امير غانم عضو اتحاد الفلاحين وهو مواطن مصري صوت لا يجب ان يغيب ابدا، اهلا وسهلا. الدكتور محمد ابو حامد عضو مجلس الشعب مؤسس حزب حياه المصريين، اهلا بك. اهلا وسهلا. السيد اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه بالقوات المسلحه سابقا، اهلا وسهلا. اهلا سياده اللواء. خلينا نبتدي من عند حضرتك، بقول لك ان جزء من المطالب الكثيره التي تثار، وكان معايا ضيوف قبل كده بيتكلموا عن مطالبات وفقدان ثقه في المجلس العسكري وادائه، وفكره التشكيك في ان لا نتكلم الدستور اولا فيبقى كده يصبح واردا واضطراريا تاجيل الانتخابات الرئاسيه، وبعض مطالب ميدان التحرير النهارده هو مش عايز استعمل تعبير اسقاط المجلس العسكري، ولكن تسليم المجلس العسكري للسلطه وللحكم في 30 يونيو. لا، احنا نقول الهتاف اللي كان بيتقال اللي هو يسقط حكم العسكر. نعم. ده الهتاف اللي كان بيتقال. اولا نؤكد جميعا على ان الشعب المصري بكامل طوائفه له حق التظاهر السلمي. ويا سلام لو التظاهر السلمي ده كمان يبقى في الوقت المناسب، يبقى حاجه ممتازه جدا. حق التظاهر السلمي. عشان لو تطرقنا بعد كده هندخل الى ما هو اكثر يعني. نعرف الاول يعني ايه حكم عسكر، لان الحقيقه انا بيحزنني ان بعض النشطاء السياسيين بيتكلموا كلام لو نتكلم بالعلم يطلع اللي بيتكلم مش هنقول غير ان هو مش واخد باله، مش هنقول لفظ تاني يعني. تمام. عشان نبقى حنينين بس. حكم العسكر يعني حكومه عسكريه يحكمها جنرالات في احكام عرفيه، او على اقل تقدير الوزارات يهيمن عليها ضابط. ده اقل حاجه يعني، يعني احكام عرفيه، منع التظاهر السلمي، حكومه عسكريه يحكمها جنرالات، او هناك سيطره لرجال القوات المسلحه على كافه مؤسسات الدوله، وده الحقيقه مش موجود. المجلس الاعلى للقوات المسلحه بيدير شؤون البلاد لفتره انتقاليه، وكان من قبل نجاح الثوره ومن قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك اعلنت القوات المسلحه انها تقف بجوار الشعب، وبالتالي اي بقى مطالبات تحاول التشكيك يعني نعذر الناس ونعتبرها ان دي مراهقه سياسيه، لان الحقيقه ما حدش اشتغل. هل بتراها مراهقه سياسيه سياده اللواء، ولا بسبب غيام الصوره والاضطرابات الكثيره؟ ما انا هقول لحضرتك ليه مراهقه سياسيه. احنا للاسف ما حدش اشتغل سياسه في مصر، كل من يعني كل من هو كان في المعارضه بيعتبر نفسه كان بيشتغل بالسياسه. في فرق كبير قوي بين واحد في المعارضه ثم ينتقل الى الحكم ويمارس السياسه وكذا، لان السياسه يعني هيتعامل مع ضغوط خارجيه ويوائم مع المطالب الداخليه، التعامل مع المتغيرات في البيئه الدوليه وهكذا، اشياء كثيره جدا. فكلنا كنا تقريبا في المعارضه تقريبا، او الغالبيه بتاعت القوى السياسيه. فكلمه يسقط حكم العسكر قد يكون فقدان ثقه، ولكن في غير محله. اذا كان هناك اصرار من القوات المسلحه، وانا بقول بقى ايه القوات المسلحه مش المجلس الاعلى للقوات المسلحه، عشان في ناس كتير مش فاهمه وتقول ده حاجه وده حاجه، واذا اتناقشنا هيطلعوا غلطانين. اذا كان هناك اصرار من القوات المسلحه على استمرار العمليه الديمقراطيه، والدليل على كده انتخابات مجلس الشعب اللي كان كثيرين جدا بيشككوا انها ستجرى، خاصه كان في احداث محمد محمود الاولى اللي هي كانت 19/11. نعم. وكان الانتخابات بعديها بايام، ومع ذلك اصرت القوات المسلحه ان تنفذ الانتخابات في جو كامل الشفافية، والحقيقة الشعب المصري كان في صورة رائعة يعني. ولكن هناك أنا بعتبر هناك قلة لا تريد لهذا الوطن خير، قلة، وأغلبية أو جزء آخر يعني يحاول إثبات أنه ما زال هناك ثورة. الثورة ستستمر حتى بعد الرئيس القادم، لأن الثورة لن تحقق أهدافها في يوم وشهر وسنة. عشان نحقق عدالة اجتماعية محتاجين سنتين ثلاثة، عشان نحقق ديمقراطية حقيقية محتاجين وقت، وهكذا. مطالب الثورة محتاجة
أكتر من سنة أو سنتين يعني اللي يقدر يحققها فعلا الرئيس. حتى الحرية بما فيها الحرية إن كان، ما أنا بقول مطالب الثورة كاملة. نعم. إحنا دلوقتي بتهالف حرية كاملة، يعني بدليل إن في للأسف ناس بتتجاوز وبتقل أدبها وبتشتم آخرين أكبر منهم سنا ومقاما وحاجات كتير يعني. فموضوع الحرية ده يعني لما بتطلع عن حدودها بتبقى مش ظريفة يعني. ولكن نرجع للمشهد الآن، القوات المسلحة أصرت على تنفيذ خريطة الديمقراطية، إجراء انتخابات مجلس شعب وشورى. بعد الانتخابات اللي فاز فيها التيار الإسلامي بأغلبية بدأت تتعالى الأصوات التي لم تنجح في إثبات وجودها على الساحة السياسية، وبدأت تندد بالإخوان ومحاولاتهم للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة وطمعهم في الوصول إلى كرسي الرئاسة وهكذا. النهاردة معظم القوى السياسية اللي نزلت في الشارع أو نزلت المليونية أنا أرى أنها محاولة لإثبات أنها ما زالت في الثورة، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت للإخوان أو للتيار الإسلامي على وجه التحديد أنه ابتعد عن الثورة. فالنهاردة إيه هي المطالب؟ يسقط حكم العسكر. لو بالعقل كده الكلام اللي أنا قلته أن في حكم عسكر يبقى يسقط. بالمناسبة أنا معاك يسقط حكم العسكر، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيقولوا يسقط حكم العسكر، لأن محدش يريد حكم عسكر. حكم عسكر زي ما قلت لحضرتك أحكام عرفية وكذا وكذا كان ممكن أن تفرض من زمان. الشيء الآخر تسليم السلطة في 30/6، وهنا بقى لازم نوضح هذا مع كامل الاحترام للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه من وجهة نظري الشخصية والإخوة إذا كانوا يعرضوني في هذا كان يجب ألا يحدد توقيت لتسليم السلطة، ولكن كان يقول إيه؟ أن تسليم السلطة في يد مجلسي الشعب والشورى ونقف، لأن الإعلان الدستوري قال أن بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى يتم اختيار لجنة وضع الدستور في خلال 6 شهور لا يزيد عن 6 أشهر. لجنة وضع الدستور تضع الدستور في خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر، بمعنى أن مجلس الشعب والشورى إذا نجح أنه يختار لجنة وضع الدستور في أسبوع أنجز، لجنة وضع الدستور تحط الدستور في أسبوع أنجزت، وتقول التوقيتات بتاعت الانتخابات كذا. ده ما تمش، وأنا أرى أن إحنا دلوقتي في مزنق، لأن كان المفترض طبقا للكلام بتاع القوى السياسية مع أعضاء المجلس على القوات المسلحة أن اختيار اللجنة هياخد أسبوعين ثم وضع الدستور ياخد شهر، أدي شهر ونص وتتعمل انتخابات الرئاسة. ده ما تمش، خاصة بعد ما لقينا التشكيك في التيار الإسلامي أنه عايز يستحوذ على وعايز وعايز وعايز، وشفنا التوقف اللي حصل في اللجنة التأسيسية. نعم. المشهد مرتبك للأسف. نتمنى أن الجميع يضع ثقة أن هذا الخروج النهاردة سيادة اللواء منطقي وكانت تفرضه الضرورة، أم أن حضرتك زي ما بتقولي شايف أنه كان لأهداف خاصة من قوى سياسية؟ هقول لحضرتك حاجة، الخروج النهاردة إثبات من البعض أنه ما زال هناك ثورة، إثبات من بعض القوى أن هم ما زالوا مشاركين في الثورة، ولكن هل ده يضر ولا ما يضرش؟ أولا حق للجميع أنه يتظاهر بما لا يضر، حق يتظاهر سلميا بما لا يضر، ولكن اللي بيتم ده هل هو يؤثر على الاقتصاد ولا لا يؤثر؟ إذا كان لا يؤثر لا مشاكل، مفيش خالص مشاكل، لكن إذا كان يؤثر هقول لحضرتك بقى يبقى مش ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا ضد الحكومة. الحكومة قدامها شهرين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة قدامه شهرين، ولكن اللي بيتم إذا كان يؤثر على الاقتصاد، وأنا أسيب السؤال مفتوح اللي يجاوب عليه، يبقى ضد الرئيس القادم اللي البعض يسعى، البعض مش الكل، يسعى أن يضعه تحت ضغوط يضطر مجبرا للرضوخ للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. طيب هخليني ماشي كده معلش، رغم أن عادة بمشي يمين. دكتور محمد أبو حامد، حضرتك بتشوف المليونية النهاردة فارقة؟ يعني هتقود إلى تغيير حقيقي؟ هتحقق بعض من المطالب المتعددة اللي موجودة في الميدان؟ بص، هو الناس الموجودين في الميدان واللي موجودين في المسيرات السبب خروجهم متعدد يعني. يعني الموجودين في الميدان مش كلهم خارجين لنفس الأسباب، وبالتالي الرسائل اللي هتوصل كل رسالة هتروح للجهة الموجهة ليها، وهيبان من رد فعل هذه القوى هي هل الجمعة دي فارقة ولا لا. المسيرات على سبيل المثال معظمها متحركة من القوى المدنية وكلها بتتكلم عن اللجنة التأسيسية للدستور، وبتتكلم عن الالتزام بالحكم القضائي اللي صدر اللي يمنع هيمنة الأغلبية البرلمانية على تشكيل اللجنة التأسيسية، بتتكلم عن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري اللي بتعصم قرارات اللجنة اللي هتشرف على الانتخابات الرئاسية،
بتتكلم عن رفض هيمنة فصيل سياسي واحد على مقدرات الأمور في بلدنا اللي هو الأغلبية البرلمانية، بداية الحرية والعدالة ثم حزب النور السلفي، وبتتكلم كمان عن عدم الانتهازية لفكرة الثورة، ان انت في وقت ما الأغلبية البرلمانية داخل البرلمان اتكلمت عن انه طالما البرلمان اتشكل لازم القوى الثورية ترجع بقى، رجعوا البيت يعني. وكان في جدلية الشرعية للميدان ولا الشرعية للبرلمان، والشرعية الأصلية فين، وكان في كده كلام كتير قوي اتقال، وبعض النواب كان استخدم لفظ بلطجة بشكل عام يعرف بيه بعض أحداث حصلت وهي حقيقتها أنها أحداث ثورية يعني. فمن ضمن ما يقال في المسيرات انه احنا هنرفض ان كلمة ثورة عند التيارات الدينية تطلع لما يحبوا ان هم يضغطوا لأي علة بقى، سواء العلة دي كانت علة تعبر عن مصلحة شخصية ليهم او علة تعبر عن مصلحة مشتركة، هي مصلحة وطنية ومصلحة شعبية. وبالتالي المسيرات اذا كان فيها بعض امور تخص العسكر هتبقى ليها علاقة بتحميل العسكر النتائج اللي وصلنا ليها في المرحلة الانتقالية. احنا في المرحلة الانتقالية اللي احنا فيها دي حصلت حاجات كتيرة جدا غلط، ترتب عليها احتقان الحياة السياسية، وترتب عليها المعضلات الكتير اللي احنا فيها دي. هو الطبيعي وان كان ده كلام متكرر يعني ان كان يبقى الدستور اولا، ان الطبيعي انه الاغلبية البرلمانية ما تسيطرش على اللجنة ده كله كان طبيعي، والمجلس العسكري بكونه هو من يدير شؤون البلاد سياسيا خلال المرحلة الانتقالية هيسأل عن ده، لان كان المفروض انه لما سقط النظام السابق والشعب الأغلبية منه ارتضت أن إدارة الأمور تروح للمجلس العسكري، أن كان المجلس العسكري يرسم خريطة طريق مختلفة شويتين عن اللي احنا مشينا فيها واللي ترتب عليها الاحتقان ده. لما الناس بتقول يسقط حكم العسكر مش معناها المشهد اللي يعني سيادة اللواء تفضل بيه، وإنما هو المقصود العسكر بيدير البلاد سياسيا نتيجة أنه تم تفويضه في ده، وهذه الإدارة السياسية ترتب عليها إشكاليات كتيرة جدا، سواء في مطالب الثورة البديهية المحاكمات وتطهير مؤسسات البلاد ومنع من ثبت فساده إن هو يعاد مرة أخرى للمشهد السياسي، والناس شايفة أن ده كله ما حصلش، ثم الأخطاء بقى اللي ليها علاقة بترتيب خريطة الطريق وما شابه. اللي هو ممدوح شاهين كان عندنا في مجلس الشعب الجلسة الأخيرة الأسبوع اللي فات، وقال وهو يعني كان خارج ان الناس فهمت كلام المشير غلط، ان هو قصده انه ما يحصلش انتخابات رئاسية الا لما الدستور يطلع، والمشير ما كانش قصده كده، ده المشير قصده ان عملته دستور او ما عملتوش دستور احنا هنسلم السلطة في 30 يوني. فايه بقى الحقيقة؟ هل الحقيقة انه اللي قاله سيادة اللواء انه لا ده الموضوع ده لازم مشروط باللجنة التأسيسية وتشكيلها، ولا هو ما قالش مشروط وقال ده كان يتمنى ان يكون الامر فيه يعني فهل ده معنى كده؟ لو كان مش معنى كده يبقى المجلس العسكري هيسلم اول الانتخابات الرئاسية هتجرى. لا هو ممدوح شاهين يتكلم، هو بيتكلم بصفة هنا لانه مسؤول عضو المجلس على ست اللي هو لا يعني اذا المشهد فيه تسليم للسلطه في 30/6 ولا لا؟ ده يعني انا بقوله وما زلت باكد الى ان تجرى الانتخابات، ده اللي هيبينه الاحداث خلاص. فده المسيرات. لو رحنا بقى الميدان هتجد اخوان وهتجد طب ممكن اجل كلامك في الميدان، انا اسف عشان ارجع له افسح لك الوقت فضل. بس معي زميلي عماد اسماعيل من ميدان التحرير، معه الشيخ حافظ سلامه. اهلا عماد، تفضل وضيفك العزيز. مساء الخير، اهلا وسهلا بك استاذ خيري، ومعكم من ميدان التحرير وجمعه تقرير المصير، ومعي الان الشيخ حافظ سلامه قائد المقاومه بمدينه السويس الباسله، بنرحب بيه طبعا في القاهره في هذه المليونيه الحاشده. اهلا وسهلا بك يا شيخ حافظ. اهلا بكم شيخ حافظ. الوضع في السويس ايه النهارده؟ يعني النهارده في حضرتك موجود هنا في القاهره، ونقول برضو السويسه اخبارهم ايه؟ برضو حابوا ان هم يجوا يشاركوا النهارده، تبقى مليونيه كبيره هنا ولا هناك؟ الوضع ايه في السويس النهارده في جمعه تقرير المصير؟ اليوم كل شعب مصر في جميع محافظاته خرج ليقول ان ثوره 25 يناير لا زالت مستمره إلى أن تحقق جميع أهدافها. لقد استمرت الثورة 15 شهرا ومع هذا لم تتحقق أي شيء من مطالب الثورة، لذلك
هذا اليوم يقول للعالم كله لثورة 25 يناير نهزات مستمرة. تمام شيخ حافظ. طب احنا عايزين نتكلم، كان الجمعة اللي فاتت كانت يعني كان القوى الإسلامية بجميع الطائرات والأحزاب الإسلامية كانت خرجت في ميدان التحرير وأيضا في السويس وجميع المدن المصرية الأخرى، ولكن اليوم هناك قوى ثورية كبيرة وهناك أيضا بعض الأحزاب السياسية بجانب القوى الإسلامية. حضرتك شايف المشهد ده ازاي؟ شايفه ازاي النهاردة أكتر؟ عايزين نقول توحيد الصفوف أو ما شبه ذلك، حضرتك توصف ده بإيه النهاردة؟ الله تبارك وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهناك كانت مساومات وممارسات جانبية مع بعض الأشخاص والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونقول أن مصر ليست تركة لأحد، مصر للمصريون جميعا، ويبد أن نكون قلبا واحدا ضد النظام البائد المخلوع الذي يفاجئنا من حين لآخر بمؤامرات مدمرة. لذلك أقول للشعب أن الثورة قائمة إلى أن تحقق أهدافها، ولا يوجد أحد من المرشحين للرئاسة يستطيع أن يتحمل مسؤولية مصر ولا أن ينقذ مصر مما يفيه. لذلك أطالب بعمل لجنة ثورية أو رئاسية، لجنة رئاسية من المخلصين في مصر تتولى إدارة البلاد حتى تنقذها مما يفيه. هذه اللجنة الرئاسية يجب أن تقام، وبذلك ينتهي كل أحكام اللي موجودة حاليا. طب شيخ حافظ، كان في يعني طلب ان هو تسليم السلطه يوم 30 يونيو، فهل دلوقتي المجلس الرئاسي دائبه حتى 30 يونيو بعد كده بقى في تسليم سلطه، ولا المجلس الرئاسي دلوقتي اللي حضرتك بتقول عليه؟ المجلس الرئاسي يجب يبدا فورا، ولا انتخابات الان للرئاسه، لان كما قلت لا يوجد واحد في مصر الان يقدر يتحمل المسؤوليه الكامله ينقذ مصر مما فيه. لذلك نقول للجميع كلنا يد واحدة لإنقاذ مصر، وبعد ذلك نفكر في من يرأس مصر. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا يا أستاذ خيري، وهنكون معاكم إن شاء الله النهاردة من ميدان التحرير، وأشكرك جدا. شكرا يا عماد، وبشكر الشيخ حافظ سلامة بيطرح طرح هنبتدي من جديد. خلونا نطلع فاصل بس عشان الأذان وأرجع أكمل مع ضيوفي الأعزاء.